اي والله انك صادق يا ولد. يا ولد. خلاص ما عليك ما عليك، انا ذا الحين بمشي وبجيك ان شاء الله بعد اسبوع ولا اسبوعين. اوكي ان شاء الله. ما عليه ما عليه. بس لا تسرع السيارة. ابشر. يلا. يلا يا اخوي وانا اخوك. يلا في امان الله. يلا مع السلامة. اشوفك على خير بعدين طيب؟ ان شاء الله. يلا مع السلامة. يا الله رجلي، استغفر الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وش سويت انا؟ وش اللي صدمته انا؟ تكفى، لا تقول ماتت. حسبي الله ونعم الوكيل. رجلي، الله، اعوذ بالله. وش ذي المرة؟ لو سمحتي انت ردي علي، ردي تكلمي. يا الله، لا تكون ماتت هذه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش بسوي ذا الحين؟ بدخل السجن؟ ردي علي لو سمحتي يا مرة، ردي علي. اعوذ بالله، شكلها ماتت. حسبي الله ونعم الوكيل. وش بسوي ذا الحين؟ لا لا، خلني اروح اجيب له مساعدة. يا الله، ولا لو ماتت هذه المرة بيقصون رقبتي. لا لا لا، خلني ادور لمساعدة، خلني اتصل على اسعاف، لازم ادور للشخص يساعدني. شوف سيارتي. يا الله، وش ذا اليوم المنحوس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش سويت أنا؟ لا، لازم أدور لمساعدة في أقرب وقت. خلني أدور لشخص عنده جوال وأتصل على الإسعاف. يلا خلني أروح. بسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام. اخوي لو سمحت ابغى منك مساعدة. اي والله اني صادق، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. هذه الحادث صار قبل نص ساعة تقريبا، علمتك انا كل شيء، والله اني صادق. اها. تكفى الحين انصحني في الخير، علمني وش بسوي، وش اسوي ذا الحين في نص الليل. اسمع وانا اخوك، ترى الطريق هذا مسكون، لا عد ترجع فيه، تعوذ من ابليس و اتصل على المستشفى وما يصير في خاطرك الا الطيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ من ابليس يا رجل، لا تخوفني اكثر. خلاص عدتني الجوال، انا بتصل على الاسعاف علشان نوديه المستشفى. الله يرحم لي والدينك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مستشفى؟ اي نعم. اي اخواني الله يرحم لي والدينكم. تفضل. تعالوا ترى في حادث شنيع جدا، انا ارسلت لكم الموقع. وين؟ على الجوال عندك في الرسالة. اوكي. اي الله يخليكم، تكفون تعالوا بسرعة، ترى في ان شاء الله مرة على وشك انها تموت، تكفون اسرعوا علينا، اسرعوا. زين زين. يلا. يلا في امان الله. الله يعطيك العافية اخوي، ما قصرت، بيض الله وجهك. وياك. انا بمشي يلا. الله يستر عليك. مع السلامة. مع السلامة. هلا مرة، خلاص أنا اتصلت على الإسعاف، راح يجون من المستشفى، ما عليك لا تخافين، لا تخافين يا مرة، راح نساعدك إن شاء الله، وتكفى الله يخليك، سامحيني والله إني ما قصدت أدعمك أو أسوي أجيب لك شيء ولا شيء، سامحيني تكفى. شوف سيارتي، لا لا مستحيل، والله مستحيل، وش بسوي ذا الحين؟ مع تعد الغسيل ما فيش، مستحيل. ها؟ أعوذ بالله، وش اللي الغسيل ما غسيل؟ وش جالسة تقولي أنتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله خلاص ابغى اروح بعيد من ذا المكان، يا رب تيجي سيارة تساعدني وتوديني بعيد. يا الله سيارتي. أعوذ بالله، لين الساعة ولا سيارة مرت. أوه الحمد لله أخيرا جت سيارة. ساعدني يا أخوي. السلام عليكم. اي والله اني صادق، قبل شوي صار لي حادثة. استغفر الله. حسبي الله ونعم الوكيل، سيارتي انفجرت. لا مستحيل مستحيل. مع تعد الغسيل ما فيش، مستحيل. فكني فكني يا الجنية، استغفر الله. اله الا الله. ايش كلام صديق؟ انت موت ولا حياة موجود؟ صديق رد كلام. صديق قرقر سوي قرقر مع التعد الغسيل ما فيش مستحيل. جني موت وحش. استغفر الله شكله مات هالرجال. صديق رد علي يا كلب، ما تشوف سيارة الاسعاف جاية من وراه؟ تكلم يا رجل. مع التاج الغسيل ما فيش مستحيل. ها بسم الله، وش قلتي؟ عيد الكلام مرة ثانية. مع التاج الغسيل ما فيش مستحيل. أنا أبوك قلت إيش قال؟ أنا جني والله العظيم. خلني أروح مستشفى بركلي. ما ادري، اهم شيء انه ينضغط. باي باي.